السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزا بوكس، والنهاردة هنتكلم عن ميزة مهمة جدا في هواتف سامسونج اغلب الناس ما بيتكلموش عنها، مع ان الميزة دي مهمة جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدأ في شرح الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنت لو في حاجة وقفت قدامكم، وخلينا نخش في الفيديو على طول. اول حاجة بنعملها مع بعض عشان نفعل الميزة دي، بنيجي هنا على الاشعارات، وبعد كده نخش على الضبط، وبعد كده بنيجي هنا على حاجة اسمها الحماية والطوارئ. هندخل عليها بالشكل ده، هتلاقي اول خيار موجود معانا المعلومات الطبية، لما نضغط عليها بالشكل ده بعد كده هيجيب لنا شوية المعلومات دي، هنضغط على تأكيد، هنيجي هنا على الاسم، والمعلومات الطبية دي بتتيح لك انك تضيف اي معلومات طبية وتضيفها على شاشة القفز، عشان لا قدر الله لو حصل لك اي مشكلة صحية في الطريق ومحد مسك الموبايل بتاعك يقدر ان هو يشوف على شاشة القفل المعلومات الطبية بتاعتك. هنخش كده على الاسم مثلا، وبعد كده نكتب اي اسم بالشكل ده، بعد لما نكتب الاسم هنيجي هنا على الحالة الصحية، وتكتب مثلا الحالة الصحية بتاعتك ايا كان، وبعد كده بنيجي هنا على الحساسية مثلا، لو انت عندك حساسية من حاجة معينة بتكتبها هنا برضو بالشكل ده، وبتكتب فئة الدم بتاعتك بتختارها مثلا لو هي او او اي او اي بي، وبتختار مثلا فصيلة الدم بتاعتك بالشكل ده، وبعد كده بتعمل موافق، وبتيجي هنا على الملاحظات الطبية، لو انت عندك اي ملاحظات طبية برضو بتكتبها هنا بالشكل ده، وبتكتب العنوان بتاعك، وبعد كده بتعمل حفظ، وبتلاقي ان موجود هنا خيار اظهار على شاشة القفل، لو لقيته غير مفعل بتفعله بالشكل ده. وعندك هنا برضو جهات اتصال للطوارئ، لو ضغطت عليها بالشكل ده وجيت هنا مثلا ضفت اي حد من اللي موجود هنا عندك على الموبايل، مثلا اخترنا الرقم ده وبعد كده عملنا تمت العملية، تكون برضو مفعل خيار اظهار على شاشة القفل بالشكل ده، عشان لما تيجي تخرج برا وتقفل الموبايل وبعد كده تفتحه بالشكل ده، وجيت ضغطت هنا على مكالمة الطوارئ هتلاقي ان هو هنا جايب لك الرقم اللي انت ضفته زي ما احنا شايفين بالشكل ده، لو ضغطنا عليه وبعد كده عملنا موافق هتلاقي ان هو بيتصل على طول بالرقم حتى لو الموبايل مقفول. بس دي كانت ميزة مهمة جدا اغلب الناس ما بتتكلمش عليها في هواتف سامسونج. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.